باب باب نعم كل ولا آدم ما في آدم في السوق كل البخص لا آدم قبوس نعم البخص إلا بن قبوس ما شوف باقروان هذا اليوم في شاله لبس شهرين حسبوا له وبيترك ثيابه وبيترك ثيابه واللبوس نعم شهرين حسبوا له وبيترك ثيابه واللبوس ذا ايش من رزق الشقي جبته لنا ما يمترس تعب الطباخين وعيالنا تمرس ومن يكل والناس سده يا عليبة ينتفس يوم اغلى القلب كم قتلت في الدنيا يكل والناس سده يا عليبة ينتفس يوم اغلى القلب كم قتلت في الدنيا تلقى عرفته من يلقي هكذا والله نشوف امه نعم حتى هو بجيبهم ايوه لهم خبب في العرس ومن يلقي هكذا والله نشوف امه نعم بتخرف عياله لا عندك في الجربة غروس عندك في الجربة غروس الشيء جابت كبش لا يا ريت جابت كيس الشيء جابت كبش لا يا ريت جابت نسيت نقدها على زحمة الغزالة نسيت حن قدها على لحم الغضالب والتيوس احنا قبضنا في المشعوذ جابنا في وسط دس نعم وشعوذه لا يا علي جابتك في وسط الدسوس العذر ماشي عذر في دار الولي ما تعترس ولا ما كفاك الشيخ بمزاحم رجع للعي يضركم يا أهل العنية والسماء على ضوء النجوم الزهراء والسماء على ضوء النجوم الزهراء وكل من رحب ومن سهل وجاب الشادرية بارفع راسه على راس الحيود I'm
شمال الدوسرية وبعد خبر عسعي في حيف ما ظل أولاد ما تخبر عارفيقي حيث ما ظل وبات عم حسن لازم تشل التالية والأولية والخبر بيجيك مني في السنين التالية والخبر بيجيك مني في السنين التاليات غنقل على صوتك وعاد النفس عندي مستوية والبضاعة باتجينا والكفاف متساو يا البعار الزين مالك عذر ما تطلع حليا عان سم واحد وشل القيرة والحال واصب كلامك من شرطه عشيابه والسلل وعلى خلاب الروس لهم في شوامح والدبام ولا حرب في الوقت ما تقبض على ذي في الوتل ما السور في دارك وعاد التمر عندك وطعم نعم ما تقبض على ذي في الوتل ما السور في دارك وعاد التمر عندك وطعم بقول لك وعاد التمر عندك والطعام مستور في بيتك وعاد التمر عندك والطعام لا تهم كل حاجة توكل يا رفيقي على وكل يا ريت الإشارة ذبحت الهاج بظهر سه نعم أبو الفيد حياة الله بيد الله رب العرش شل منه وخل نعم ولدك ما باقي النوام دوم ما ينام في المنام نعم ولدك ما باقي النوام دوم بهو في المنام في المنام زين يعني دم خشبة نعم الدنيا ندم خشبة إلى قامت بغت منا وشل دنيا ندم خشبة إلى قامت بغت منا وشل نعم وشل الليد عند الليد بالجويد والناس الشام الشام والناس الحسام الزنجبيل الحار ربه يا حسن هو الجفل وطلع القهوة ولما شي حطب شلك قصام انت رجل مكار وتعامل صحابك بالدجل وللحيل احسن على المكر بقع وتعامل صحابك بالحيل ان جيت بعاتبك ما جابك عتابي والملام ما جابك عتابي والملام ومن التكل على الناس في ذي الوقت خاسر للتكل من قال بقضي حاجتي يقول له تعنى على كله يتكل يتكل فوق القدام نعم حاجتي قد حصلتها والنوم ذي في العين عل وذي ما لحقها النعم وذي ما لحقها لا صبر على الرمح يصبر على الكلام من خان في صاحبه طول الوقت يمنى بالفشل يدحق وهو مكره حتى من خواله والعمام حتى من خواله والعمام يا العيل مان الزين في قصبتك ما بغيت الدحل لا تروح تبقى نص تجيب العول وتجيب الحمام كلام احسن